منورين والله منورين. نطلق تدشين الديوانية الاقتصادية الدولية التي تبادل الأفكار والفرص التجارية، وهو ما يحرص عليه الملحقين التجاريين ورجال الأعمال. من هذا المنطلق أنا أقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في منطقة مكة المكرمة، واللقاء وطرح الأفكار وتبادل المعلومات عن الفرص وتأسيس شبكة تضم ممثلي الدول الاستثمارية المختلفة الموجودة فيها، وأيضا لطرح ما هناك من فرص موجودة في منطقة مكة تحديدا لكيفية المستطيع وخاصة التجاريين في تلك الدول.